بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، المعلم المعلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا أهمية تعليم الطفل الاستقلالية والاعتماد على ذاته، وهل في استراتيجيات تدعم الطفل خلال تعلمه عن بعد؟ فوجهنا مقاطع للطلاب والطالبات والأب والأم والأم على حدة، ولكن لا يفوتنا مغناطيس نجاح العملية التعلمية، المعلم والمعلمة. لنتشارك اليوم نقاط تهدف لتسهيل بعض المهام عليكم وتعود بالنفع أيضا على الأبناء. لا شك أن قالب مهامك اختلف بعض الشيء، وهذا استلزم حلول مبدعة خلاقة فيها بهجة. أدواتك اللي تستخدميها وأدواتك في خلال الشرح فيها عنصر إضافي، لأنها اقتصرت نوعا ما على السمع والبصر. أنا معك، لكن ما زلت وما زلت القدوة، فتواجدك على الوقت وقبل الوقت وبعد الوقت ترجمان الالتزام والعطاء اللامتناهي لطلابك. يشعر الطفل ذلك بأمان غير عادي، يشعر بأن التعلم ممكن والمرح ممكن والأمان موجود والأمور سهلة. قد يلزمك إعادة الشرح مرارا وتكرارا، فصبرا جميل مع ذلك، وحاولوا قدر الإمكان إخفاء الانتقاد المتوقع اللي سببه أكيد زيادة الحرص. في كثير من الاستشارات مع معلمات توترها مو بتوصيل المعلومة، توترها لأن اهتمامها وأمانيها أن تكون في نفس البقعة مع هذا الطفل. هذا الشيء الآن غير موجود، يجب أن نفكر بحلول ونفكر مع آمال أن هذا الواقع لن يستمر بإذن الله، وستعود حياتنا كما كانت. في التعليم عن بعد في نقطة جميلة جدا، أنت من يختار المتحدث، وبالتالي تقل الكثير الكثير من الأمور اللي فيها بعض التجاوزات السلوكية التي قد تشتت الباقين. هذه نقطة مهمة. روتينك في يومك الدراسي والتعليم الذي تقدمه هو خارطة مفهوم. أول 5 دقائق سنفعل هذا، ثاني 5 دقائق سيتم كذا. الأطفال الصغار اتكلموا معهم عن اتفاقية الفصل، جلسة صحيحة، آذان صاغية. مع الكبار اتفقوا معهم بأن إذا انتهينا من هذا النشاط سيتوفر لدينا دقائق اختاروا نشاط نقوم فيه. هذه كلها من علامات الطمأنة التي تحفز الطالب. آخر نقطة، في سؤال سريع للمتعلمين والمتعلمات، يعني طلاب وطالبات من عمر 10 سنوات وإلى 16 سنة، سألت سؤال واحد فقط: ما هو أصعب شيء في عملية التعلم عن بعد؟ وفاجأتني إجابتهم المتكررة في كلمة واحدة: المشاركة. فالله الله على المفردات التي سنستخدمها من اليوم وصاعدا، خاصة التي تعقب استجابات الأطفال وإجاباتهم، فقط لنحاول أن نقرب منهم عن بعد. وباسم الجميع أشكر لكم بطولاتكم، خاصة التي لم نشاهدها، ودمتم بخير.